صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وقدر علينا الموت، وكل منا لا بد له من لحظة يذوق فيها طعم الموت. لن نبقى ولن نخلد في هذه الدنيا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن منا الذي سيبقى؟ من منا الذي سيفلت من الموت؟ من منا الذي سينجو من الموت؟ لا أحد. فماذا نفعل؟ علينا بالصبر على فقد الأحبة، علينا بالتسليم، لأن الصبر جزاؤه الجنة للمؤمنين. الصبر جزاؤه الجنة للمؤمن الصابر المحتسب المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن عظم الأجر مع عظم البلاء. المصيبة كلما اشتدت وعظمت فصبرتم كان الأجر أعظم، كان الثواب أكبر. ولذلك تعرفون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أفضل خلق الله وأعلى العالمين رتبة كان البلاء عليهم تباعا. والأنبياء ليس لهوانهم على الله، حاشا، هم أفضل خلق الله على الإطلاق. مع ذلك الله كثر عليهم البلايا في الدنيا. لماذا؟ رفعة لهم في مقاماتهم، يعني هذا من باب تكثير حسناتهم. هم أفضل خلق الله، أفضل العالمين، مع ذلك كان البلاء ينزل عليهم أكثر من عامة الناس. فلو نظرنا مثلا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، نبي كريم عظيم حبيب الله وله مقام النبوة، مع ذلك ابتلي بقتل ولده النبي يحيى عليه الصلاة والسلام. ثم نال زكريا أجر وثواب الصبر على فقد الولد، نال أجر على هذه المصيبة، نال الثواب على فقد ابنه وقد قتل بهذه الطريقة، وهذا فيه زيادة من الألم، زيادة ألم وحسرة. فزكريا مع النبوة نال ثواب الصبر على فقد الولد. ثم يحيى عليه السلام لم يخسر، مع النبوة نال الشهادة، مع النبوة نال الشهادة. شو يعني؟ صار أعلى وأعلى في الحسنات، في الدرجات، في المقامات، في البركات، في الأنوار، في الخيرات. نبي كريم مقامه عظيم، مع ذلك يذبح ذبحا على ما ذكر بعض أهل التأريخ ثم قطع بالفأس. يعني انظروا إلى عظيم الأجر، إلى عظيم الثواب مع النبوة. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ زكريا نفسه أيضا قتل بعدما أخذ الأجر والثواب بصبره على قتل ابنه يحيى، سبحان الله. بعد ذلك أخذ هو أيضا الشهادة، نبي وشهيد، وصبر على قتل ابنه يحيى. رأيتم كيف تتضاعف الحسنات والأجر والثواب وتعلو المقامات وتكثر البركات. إذن الأنبياء هم أفضل خلق الله على الإطلاق، وكثرة البلايا والمصائب عليهم ليس لهوانهم على الله، حاشا، بل ربنا قال في سورة الأنعام: وكلا فضلنا على العالمين. نبي واحد أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء، مع ذلك انظروا كيف ينزل عليهم البلاء. لو نظرنا في سيرة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، كم صبر، كم تحمل، كان يشتم والعياذ بالله، كان يضرب، تآمروا على قتله وأرادوا قتله، وكان من شدة الضرب يغمى عليه، فإذا أفاق يعاود الإحسان إليهم، يعود فيحسن إليهم، ويخرج
إليهم لماذا يريد لهم الخير؟ يريد لهم أن يسلموا، أن يؤمنوا، فيدخلوا الجنة بعد أن يسلموا وهم يضربونه. انظروا كيف يقابلونه. بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا من شدة الضرب والإغماء يظنونه قد مات، وهو صابر مسلم كان محتسبا عليه الصلاة والسلام، وهذا نبي رسول من أولي العزم. طيب انظروا البلاء الذي ينزل عليه. لو نظرنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نبي رسول أفضل الخلق والعالمين بعد محمد عليهما الصلاة والسلام، ماذا فعلوا به في العراق؟ شو يعني في العراق؟ يعني في وطنه، يعني بين قومه وأهله، أجمعوا على محاولة إحراقه بنار النمرود، صبر سلمه الله. هذا الشعر كم يتأثر بالنار بسرعة؟ شعر إبراهيم ما احترق في نار النمرود، ما احترق، ثوبه ما احترق، لحمه ما احترق، إلا الوثاق الحبل. خرج يمشي من تلك النار التي كان من شأنها أن الطير إذا مر في جوها يقع مشويا. إبراهيم ما تأثر، إبراهيم ما احترق، الله نجاه وجعلها بردا وسلاما عليه عليه السلام. فإذا علينا بالصبر، نقتدي بالأنبياء، نثبت على طريق الأنبياء، على نهج الأنبياء، في خدمة الإسلام، في خدمة الدين، في خدمة الدعوة، في نشر التوحيد والتنزيه والعلم والتحذير من الكفر والمنكرات. ثم بعد ذلك ماذا يصير؟ الموت، سنموت. إن كنت في بيتك ستموت، وإن كنت في الدرس ستموت، إن كنت في الطائرة ستموت، وإن كنت في المسجد ستموت. فأينما ذهبت لابد لك من الموت. ثبت على خدمة دين الله، ثبت على خدمة الإسلام. نحن إن خدمنا الإسلام نحن نتشرف بذلك. الله غني عنا، الله لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى أحد. أنا إن خدمت ديني أنا أتشرف، أنا أربح بذلك الأجر والثواب والخير والبركة. لذلك يا إخواني علينا بالصبر وعلينا بالتسليم والثبات إلى أن نموت. الثبات إلى الممات، هذا طريق الأنبياء والأولياء والصلحاء. ثم إن من سبقنا ولو كان عزيزا على قلوبنا كالحاجة سميرة رحمها الله وغفر لها وجعلها في أعلى عليين، أبناؤها كم يحبونها، أحفادها، أهلها، أخوها كم يحبها، لكن قد تكون هي في فرح وسعادة وفوز وأمن وأمان ونجاة وضياء، ونحن لا نعرف كيف نموت، على أي حال نموت لا نعرف. بل علينا أن نعتبر إن كان الذي سبقنا على حال حسنة فيا سعده ويا هناه. لذلك فلنعتبر ولنتعظ ولنبقى على خدمة الدين وتعليم الصغار والكبار العقيدة والتنزيه، كما كان الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ما كان يسأم ولا يتضجر ولا يتأفأف ولا يتراجع ولا يتخلى. كلما دخل إليه إنسان يعيد الأصل والأولويات والأهم والأهم فالأهم، وكان هذا دأبه مع أنه شيخ العلماء، مع أنه رضي الله عنه ذاك الإمام العظيم والفقيه والمحدث والولي الصالح، يعني قادر يحكينا بكل العلوم. فلماذا كان التركيز على الأصل؟ ما اسمه أصل، اسمه أصل. ليه؟ لأنه كثير من الناس بحاجة لهذا الأمر. الكثير من الناس إلى اليوم بعد لم يسمعوا التوحيد كما ينبغي، لم يسمعوا التنزيه كما ينبغي. إلى الآن في كل يوم نتفاجأ، هذا عنده عقيدة عجيبة، وذاك عنده عقيدة غريبة، وهذا عنده كلام مخالف للقرآن. إذا شو المطلوب؟ المسابرة، الاستمرار على نشر التوحيد والعقيدة. لأن الإنسان إذا أعطى درسا في العقيدة، علم الناس يمكن 10 دقائق، الله ليس جسما، ليس حجما، ليس ضوءا، ليس غيما، ليس ظلاما، ليس جسدا، ليس كمية، لا كالإنسان ولا كالهواء، لا كالجبل ولا كالعرش. إذا قال هذا للناس، هل هذا يأخذ منه جهدا وتعبا ووقتا طويلا؟ كلمات خفيفة يقول لهم: الله ليس له بداية، باق بلا نهاية، منزه عن الطول والعرض والعمق،
والسمك والجوارح والأدوات والتركيب منزه عن القعود والجلوس، هو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن، لأنه هو خالق الأماكن، ليس كمثله شيء. نعلم الناس أن من شتم الله، سب الله والأنبياء والإسلام، من شبه الله بخلقه ولو بصفة واحدة ليس من المسلمين، لأنه كذب الله. فلا تضربوا لله الأمثال. ثم نقول لهم يرجع للإسلام بالشهادتين، يعني اللي بيسب عزرائيل عليه السلام، الذي يشتم والعياذ بالله الإسلام، الذي يشتم الأنبياء، هذا ما بنقول له قل أستغفر الله، لا نقول له قل أستغفر الله، بل نقول له تشهد. وقد ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة، له ثواب، خير، بشرى. لذلك نعلم هذه المسائل لأنها الأصل ولأنها الأساس. بعض الدعاة، بعض المشايخ بيبقى 13 سنة على المنابر عم بيحكي عن فتوحات سيدنا خالد رضي الله عنه. طيب يا أخي أنت شو عملت؟ إذا كان سيدنا خالد بطل الإسلام، سيف كان سيفا من سيوف الله رضي الله عنه، نشر الإسلام خالد. خالد ما جاء من المدينة إلى حمص عشان يشتري الجبن البلدي، جاء لينشر الإسلام، ليحارب الكفر. طيب أنت قاعد 13 سنة على المنبر عم تحكي عن فتوحات خالد بن الوليد، هل درست العقيدة؟ هل نشرت الإسلام؟ هل علمت التنزيه؟ هل حذرت من الكفر؟ هل علمت الضروريات حتى في الأحكام؟ لا، قاعد عم بحكي غزوات. ضيع الأصل، ضيع الأساس. لذلك الأصل يقدم على الفرع، والإنسان إذا صبر هو الذي يربح. المصيبة وقعت وقعت، الإنسان إذا كان ذكيا يربح من هذه المصيبة الأجر، ما فينا نردها ولا فينا نرجع الميت. المصيبة نزلت، كن ذكيا واربح من هذه المصيبة الثواب والأجر. مثل هذه المصيبة، أليس ورد في الحديث القدسي بعض ألفاظه عند البيهقي وعند غيره بألفاظ متقاربة؟ قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن إذا أصيب بفقد من يعز عليه فصبر جزاء عندي إلا الجنة. انظروا إلى هذه البشرى. يعني قال الشيخ رحمه الله: إذا مات لك من تحب، كأب، كأخ، كولد، كأم، فصبرت ولم تعصي ربك بسبب هذه المصيبة، الله يعوضك الجنة، الله يعوضك الجنة. لذلك يا إخواني علينا بالصبر وعلينا بالتسليم، هذا النجاة وهذا الفوز. فالصبر طريقة النبيين والصلحاء والأخيار، والاعتراض على الله طريقة إبليس والكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما بشرى الصابرين، ما قاله الله في القرآن: وبشر الصابرين. الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا ما أعظم وما أجمل وما أحلى هذا الكلام. أما هؤلاء الذين يعترضون على الله، سفهوا أنفسهم، مع مصيبتهم خسروا الإسلام. والذي كفر لا يرجع للإسلام إلا بالشهادتين. اللهم اغفر لمن اجتمعنا بسببها، وارحمها برحمتك الواسعة، واجعل لها قبرها روضة من رياض الجنة. شفع نبيك فينا وفيها يا رب العالمين، اجعلنا وإياها على منابر من نور، في ظل العرش آمنين فرحين مسرورين، مطمئنين ناجين يا رب العالمين. اللهم باعد وجهها عن النار بكرامة وجه محمد المختار صلى الله عليه وسلم، وانفعها ببركات القرآن العظيم وببركات الأولياء والملائكة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اجعل لها قبرها يا ربنا روضة من رياض الجنة، واملأه عليها بأنوار وأعطار الجنة،
وألهم أولادها وأهلها الصبر والرشاد. اللهم ربنا أنزل على قلوبهم السكينة والرحمة والتثبيت، وأعظم لهم الأجر والثواب، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، واجمعنا بها مع شيخنا وأحبتنا الذين سبقونا بالإيمان في الفردوس الأعلى في أعلى عليين، بحرمة وكرامة وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق القرآن العظيم، وبسر الفاتحة.